اجتمعت لجنة الحوار الوطني اليوم لمواصلة الجولة الثانية من الحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك لمناقشة القضايا الخلافية في الدستور وبحث الآليات الكفيلة بتفعيل الاتفاقيات بعد تنكر حركة النهضة للاتفاق المتعلق بحرية الضمير وحق الإظهار. كما أكدت اللجنة المجتمعة أنه سيتم تناول محورين أساسيين بما فيهما النظام السياسي وهيئة الانتخابات، إلى جانب المناخ العام والوضع الاقتصادي والسياسي. كما أكدت بعض الأحزاب الموجودة داخل اللجنة ضرورة التوافق والنظر في النقاط الخلافية مع الأحزاب التي لم تشارك في الحوار الوطني.